الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. هذا درس من دروس التفسير مع تفسير بعض الآيات من سورة آل عمران، مطلعها قول الله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قوله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم، كما تقدم فيه الدليل على جواز مخاطبة الملائكة لبني آدم، وقد دلت على ذلك عشرات الأدلة، منها كلامهم مع الخليل إبراهيم عليه السلام، ومع لوط عليه السلام، ومع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قد جاء جبريل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. ومنها حديث الأقرع والأبرص والأعمى، ومنها حديث الرجل الذي زار أخا له في الله فأرصد الله له على مدرجته ملكا في صورة رجل، والنصوص في هذا كثيرة. وإذ قالت الملائكة، ليس فيه دليل لما يذكره أهل الغباء من أن الملائكة إناث، استدل بقوله وإذ قالت الملائكة. وهذا القول مدفوع أولا لصريح نفيه من الله سبحانه، قد قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ثم أن لغة العرب تتحمل كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا. وأيضا قد قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، إلى غير ذلك. وإذ قالت الملائكة يا مريم، وهي المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في كتاب الله، واستللنا من ذلك صيانة أسماء النساء عن الامتهان والابتذال، فاسم المرأة لا يتردد في المجالس، أما ما ذكر من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلعلة، وهي نشر العلم إذ الله قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يا مريم إن الله اصطفاك، يا مريم إن الله اصطفاك. اصطفاك على من؟ وما وجه هذا الاصطفاء الأول؟ هذا الاصطفاء الأول أن الله سبحانه وتعالى اصطفى لخدمة بيته آنذاك، فاختارها، فقد كان هذا الأمر في الرجال فقط، لكن الله سبحانه اختارها لذلك ورزقها من ذكره وشكره وحسن عبادته رزقا واسعا في هذا الباب، فكانت لله ذاكرة، لله شاكرة، لله عابدة. إن الله اصطفاك وطهرك. طهرك من ماذا؟ قيل طهرك من الشرك، طهرك من الخرافات، من الأحقاد، من الغل، من غير ذلك مما يشين أي امرأة. وقيل قول ضعيف: طهرك من الحيض وطهرك من النفاس. وهذا الكلام لا نعلم له مستندا. وقيل طهرك من مسيس الرجال. وبلا ريب أن مريم عليه السلام لم تتزوج، لكن لا يقال على من تزوجت أنها غير مطهرة، فطهرت من كل شائنة، واصطفاك على نساء العالمين. كيف اصطفيت مريم على نساء العالمين وعندنا الرسول يقول خير نسائها أو خديجة سيدة نساء الجنة، وفاطمة سيدة نساء الجنة، وأسيا كذلك سيدة من سيدات نساء الجنة؟ فقيل اصطفاك على نساء العالمين في زمانك، وقيل اصطفيت على نساء العالمين بصفة عامة في بعض الأبواب، أنها صديقة، وأنها ولدت نبيا بضميمة أنها صديقة. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. كيف يجمع بين ذلك وبين قول الرسول
صلى الله عليه وسلم: خير النساء ركبن الإبل، صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. خير نساء ركبن الإبل، صالح نساء قريش. قال أبو هريرة عاقب الحديث قولا يجمع به فقال: ولم تركب مريم بعيرا قط. فيكون حديث النبي عليه الصلاة والسلام خير النساء ركبن الإبل مستثنى منه مريم لأنها لم تركب الإبل، فالتفضيل في راكبات الإبل. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ثلاث نعم استلزمت ثلاثة وجوه من وجوه الشكر: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، مقابل ذلك اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فدوما النعم تستلزم شكرا، دلت على ذلك عشرات الأدلة: ويستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، إنا أعطيناك الكوثر، فلأن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأمام هذه النعم: فأما اليتيم فلا تقهر، فقد كنت يتيما فآواك الله، وأما السائل فلا تنهر، قد كنت فقيرا فأغناك الله، وكنت ضالا فهداك الله، فحدث بنعم ربك، وأما بنعمة ربك فحدث. ونحوه: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. فأمام هذه النعم فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، اجتهد في العبادة. ونحوه في التنزيل: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فالمقابل فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ونحوه في التنزيل كذلك: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وعشرات الأدلة على هذا الغرار. فعلى كل شخص أنعم الله عليه بنعمة أن يقدم لها شكرا حتى تزداد وتربو نعم الله تعالى عليه. هذا وفي هذا الصدد كذلك قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، لم تذكر صورة الزيادة، فقد تشكر ولا ترزق مالا. أنت رزقت مالا فقلت الحمد لله، لكن لا تزداد مالا. كنت لأزيدنكم إيمانا، عافية، مالا، صحة، رضا، إلى غير ذلك. فصور الزيادة عامة. فعلى ذلك أقول: وبالله تعالى التوفيق، إن النعم تستلزم شكرا. يا مريم اقنتي لربك. القنوت يطلق على معان منها الطاعة، فالمرأة القانتة الطائعة، الصالحات قانتات مطيعات. القنوت يطلق على طول القيام في الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. القنوت يطلق على الخضوع، يطلق على السكوت. كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة فنزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. ويطلق على الدعاء: قنت النبي في صلاة الفجر شهرا. فيؤخذ معناه من السياق الذي وردت فيه كلمة القنوت. يا مريم اقنتي لربك، اخضعي وأطيعي ربك وصلي له صلاة طويلة. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لماذا قدم السجود على الركوع في قوله تعالى: واركعي مع الراكعين؟ قال فريق من أهل العلم: قدم الركوع على السجود، عفوا السجود على الركوع، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فكذلك أقرب ما تكون المرأة من ربها في قعر بيتها، صلاتها في قعر
بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. وإن كان الرسول قد قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فليأذن لها، وقال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فهذا وجه. وقال آخرون من أهل العلم، الأولون قالوا لأهمية السجود، وقال آخرون من أهل العلم إن الواو لا تفيد ترتيبا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. أمعلوم أن سلام الاستئذان قبل الاستئناس، قبل الاستئناس. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أبيحت صلاة الجماعة للمرأة مع القوم في المسجد، وقد قال النبي: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أدخل الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه. قال تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. الأمور التي قصصناها عليك يا رسول الله، الأمور الغيبية التي أخبرناك بها وأنت أمي لا تقرأ ولا تكتب، فإخبارك بها علم من أعلام نبوتك ودليل على ذلك. وعلى هذا الغرار آيات كثيرة، كقول الله تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. أنت ما كنت واقف عند الجبل، وما كنت تقرأ كتبا ولا تعرف، أنت أمي ومع ذلك أخبرناك بها أجود الأخبار. ونحوه في قصة يوسف مع إخوته: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وهكذا. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. فهذا الباب باب واسع لإثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكدليل من دلائل نبوته إخباره بأمور لم يرها ولم يشهدها، ومع ذلك يقصه على القوم أحسن اقتصاص، ولم يتعلم، لم يقرأ ولم يكتب، لم يتعلم القراءة والكتابة، ومن كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فهذا باب من أبواب دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، الآية التي فيها: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، ما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. وعلى هذا الغرار، وما كنت لديهم موجودا عندهم عند القوم أهل مريم، وهم يستهمون عليها، فقد ولدت يتيمة عليها سلام الله، ولدت يتيمة. وسبحان الله، فقدان الأب أو فقدان الأم لا يعني أن الشخص ضاع، فكم من شخص أبوه موجود وعلى درجة من التقى والرسالة والنبوة ومع ذلك هو كافر. فنوح عليه السلام يلح: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. والولد يقول: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ويوسف الصديق عليه السلام ألقي في السجون مع الأربيد والسكير والخمار والقاتل، وحفظه الله أجمل حفظ، وفي داخل السجن يصفه بالمحسن: إن نراك من المحسنين. فما الآباء والأمهات والأنبياء والرسل إلا أسباب، قد تنجع هذه الأسباب وتنفع وقد لا تنفع. فالهادي المهتدي من هداه الله، من يهدي الله فهو المهتدي. فمريم عليه السلام ولدت يتيمة، وكانوا أعني أهلها من بني إسرائيل يحبون كفالات الأيتام، لما في كفالات الأيتام من عظيم الأجر. فالنبي يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وكل الكتب التي أنزلها الله تحث على الإحسان إلى الأيتام، التوراة والإنجيل والزبور وكل الصحف
التي نزلت على الأنبياء فيها حث على إكرام اليتيم. فظننا ما في كتاب الله القرآن المهيمن على الكتب من قبله، فأما اليتيم فلا تقهر، والمواثيق المأخوذة على بني إسرائيل بإكرام الأيتام، ووصايا العصر في كتاب الله وعبد الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى، آيات متعددة. وزجر الله عن إيذاء الأيتام، زجر من يؤذون الأيتام، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فإكرام اليتيم باب واسع من أبواب الخير. ولدت مريم يتيمة فالكل يرغب في كفالتها، كانوا أهل صلاح، كل يريد أن يأخذها يربيها عنده ليتمها ولصلاح أبيها السابق ولصلاح أخيها أيضا السابق. فماذا كل يريدها؟ اقترعوا عليها فيأتون في وقت واحد ويرمون أقلاما من الأخشاب في الماء، والقلم الذي يظهر أولا أو يسرع يسبق غيره من الأقلام يكفلها. قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، أي في المياه، أيهم يكفل مريم، أي للوصول إلى أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون في شأنها، لكن الله أخبرك بذلك. فيه جواز إعمال القرعة في المشكلات، إعمال القرعة في المشكلات. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فساهم فكان من المضحضين، يعني يونس عليه السلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأصاب بعضهم أعلاها، الحديث إلى آخره. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اقترع المهاجرون الأنصار على المهاجرين قرعة، اقترعوا قرعة من يأخذ من ومن يأخذ من. والنصوص في هذا الباب كثيرة، لكن وضع بعض العلماء لها ضابطة، وهي أنك تتحرى العدل أولا ثم تسهم، يعني لا تسهم بين من يأخذ واحد ومن يأخذ ألف، تحرى العدل قدر الاستطاعة وبعدها أسهم. يفترض أنه ثم شجار على أرض من الأراضي ووجد الإسهام كطريقة، فتتحرى العدل قدر الإسطاع وبعد ذلك يسهم، توخى الحق ثم أسهم ثم اقترع. وإن كان في سند الخبر بعض الكلام، لكن العمل عليه في المشكلات. أما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي في شأنها. وبعد بداية القصة: إذ قالت شبت مريم شبابا حسنا عليه السلام كما سيأتي، وقد كفلها زكريا كما أخبر الله، وقعت في كفالة زكريا، فمن الله عليها بمنة عظيمة وهي كونها تتربى في بيت نبوة طاهر وكريم. فالتربية في بيت نبوة طاهر وكريم تستفيد من أخلاقه، فليست بنت الأربيد السكير كبنت المصلي إن كان على درجة من الإيمان. الشاهد من ذلك أنها من عليها بنعمة عظيمة، وهي أنها تتربى في بيت نبوة، بيت صلاح، بيت ذكر، بيت نبوة، بيت وحي، بيت نبوة طاهر وكريم. قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. سماه الله المسيح قبل أن يولد. التعليلات التي يذكرها بعض العلماء لماذا سمي المسيح بالمسيح: هل كان ممسوح القدم عنده فلات فوت كما يقولون؟ هذا كلام غير دقيق. وقيل لأنه عليه مسحة جمال، وقيل أنه يمسح الأرض يعني يجوبها، كل ذلك لا مستند عليه، إنما الله الذي سماه المسيح عيسى ابن مريم.
من الناس من يفرقون بين المسيح والمسيخ فيقولون في الدجال المسيخ، وليس عندنا أي نص يفيد أن المسيح الدجال اسمه المسيخ. الخاء هذه غير موجودة أبدا، إنما هذا مسيح وهذا مسيح، لكن هذا أطلق عليه المسيح لعلة وهذا ممسوح العين اليمنى، وهذا أطلق عليه المسيح لعلة عليه مسحة جمال على ما قاله بعض العلماء. يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح، بكلمة منه لأنه خلق بكلمة كن فكان، اسمه المسيح عيسى ابن مريم. فيه إثبات الوصلة بين الولد وأمي، هنا تقول في الرجال مريم ابنة عمران، ليس مريم عمران، مريم ابنة عمران، محمد ابن عبد الله، عمر ابن الخطاب، عثمان ابن عفان، علي ابن أبي طالب، عروة ابن الزبير، زينب بنت جحش، عائشة بنت أبي بكر. أما الكفار هم الذين أسقطوا الوصلة، تقرأ ميخائيل غورباتشوف، جورج بوش، كلهم الكفار هؤلاء الذين أسقطوا الوصلة بين الولد وأبيه. وذكر بعض العلماء المعاصرين أن الكفار في أوروبا كانوا يثبتون الوصلة بين الولد وأبوه، بين الأب وابنه لصلبة، والأدعياء يحذفون فيهم الوصلة، يعني أولاد الزنا يقولون فلان فلان، والولد للأب يقول فلان ابن فلان. فلما كثر الأدعياء في أوروبا قالوا فلان فلان للجميع، فجاء العرب وأخذوا منهم فلان فلان إلا من رحم الله. فالسنة أن يقال فلان ابن فلان، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وجيها في الدنيا والآخرة، وجيها في الدنيا والآخرة، والوجاهة تتنافى مع من قال إن عنده فلات فوت. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، هذا وثمة جنازة، نسأل الله أن يرحم الميت فإليها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.